لأنه هناك إجماع شبه كامل لدى كل الأطراف الأمريكية على إعطاء كل أنواع نشاهد هذه الصور اللافتة، حيث نرى شهب النيران يغطي بشكل كامل كل القطاع. نسمع دوي الانفجارات، إغارة الطائرات فوق غزة. انفجارات هائلة كما نتابع بالتتالي، وأيضا سحب دخان غير مسبوقة ولا تزال متواصلة. نحن نسمع دوي انفجارات متتالية وربما قصف متتالي، ربما عن طريق البحر أو عن طريق الجو، كما أيضا هدد نتنياهو باجتياح بري.